السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام شهر رمضان له طابع ديني بالدرجة الأولى، وله العديد من الفوائد الجسمية والصحية، نذكر منها أنه يعمل على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن الجسم قادر على التحكم بمستوى السكر بالدم خلال الصيام، وذلك يقلل من مقاومة الجسم للإنسولين، ويقوم بذلك الإنسولين بنقل السكر من الدم إلى الخلايا، وبالتالي الخلايا قادرة على العمل بكفاءة خلال فترة الصيام. ثانياً، يعمل على تحسين التمثيل الغذائي أو ما يعرف بالأيض، والأيض هو عملية تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، حيث يتم اتحاد جزيئات السكر القادمة من الطعام والشراب مع جزيئات الجلوكوز لإنتاج هذه الطاقة، ودور الصيام يأتي هنا بإراحة الجهاز الهضمي، وبالتالي يعطي فرصة أكبر لتقوم هذه العمليات بكفاءة داخل الجسم، وهذا يؤدي إلى حرق العديد من السعرات الحرارية ويؤدي إلى إنقاص الوزن بكفاءة عالية. أما ثالثا، فهو يزيد من إفراز هرمون النمو، وهذا الهرمون ذو فوائد عديدة، يقوم بزيادة قوة الجسم وكذلك إنقاص الوزن وقوة العضلات. رابعا، يقوم بتقوية جهاز المناعة، فخلال الصيام يقل الضغط على أعضاء الجسم الداخلية، وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة هذا الجسم بمحاربة الالتهابات التي قد تنتج من بكتيريا، من فيروس أو من غيره. خامسا، يعمل على تأخير الشيخوخة وإطالة العمر، كما ذكرنا سابقا أنه يزيد من نشاط عملية الأيض، وبالتالي يزيد من فعالية الجينات، وهذا يزيد طيلة في العمر. أما في الحديث عن دور الصيام في الوقاية من السرطان، فنذكر أن السرطان هو انقسام غير متحكم به يحدث داخل الجسم، ودور الصيام يأتي في الحد من هذه الأخطاء التي تحدث، وبالتالي يؤخر نمو الورم في حال وجوده ويزيد من فعالية الأدوية التي تستخدم في العلاج. وفي الحديث عن أمراض القلب التي تعد أكبر أسباب الوفيات حول العالم، فالصيام له دور كبير في تخفيض ضغط الدم، وبالتالي تقليل مستوى الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. وكل هذه الاكتشافات لا تفاجئنا كمسلمين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.